يعني هو الجديد في الموضوع انه بصراحة اول مرة نتعامل مع الكوميونيتي بتاع هيب هوب. الموضوع مش بس احنا بنحاول نعمل حاجة شكلها مختلف ونغني ونقلد الحاجات اللي بتتعمل برا وبتاع، على قد هم محترمين قوي نفسهم وبيعملوا ايه وفكرة الشغل اللي هم بيعملوه. اعتقد انه ده اللي مخليهم مختلفين، يعني ده اللي مخليهم يعملوا حاجة شكلها مختلف. Ta cellulose, mais sans des jeunes funky fans, smoke une cig demande une autre. Pas fait de gaz, t'es décapsulé, fait tu perds tout tes bons. Flow down, c'est qu'avec un pack de cig de flow down, chill avec un coup au trou, tu sais que le flow down. احنا دلوقتي على وشك ان احنا نخلص كل حاجه خالص، البندات وصلت ومعانا دلوقتي ميوزك بروديوسر، المفروض ان انا بعمل معاه انترفيو جوه الاستوديو وبعد كده هنبتدي بقى نصور الاغاني فيديو بقى وخلاص نكسر الدنيا. لما عرفنا ان حد مهتم ان هو يعمل لنا برودكشن لاغنيه، احنا اصلا كنا حابينها جدا الاغنيه، فجينا وعجبني انه في انترفيو وناس وكده، ان احنا هنعمل حاجه يعني بتاعتنا بنحبها وحد تاني ينفذها لنا بشكل كويس. قبل اي حاجه هيب هوب كلهم صحابي، عارفهم من زمان جدا، بحب الهيب هوب قوي وبحب الجمال اللي هو الفيوجن المزيكا كلها. هي فكرة جديدة، يعني احنا لعب فيها حتى الاورينتال كمانجا شرقي جدا، التراك غربي طبعا كل هيب هوب والغنى داليا بغني غربي، فانا قصدت ان نلعب شرقي في الموضوع عشان يبقى في فيوجن ما بين المزيكا الهيب هوب الغربي والشرقي. يعني موضوع ان احنا عاملين مرج حلو بين كذا حاجه، يعني بين حاجه تبع فريق اسفلت وحاجه اغنيه بتاعتنا في تاكسي باند ومعانا امير يوسف. فالموضوع يعني جمع بين كذا حد، احنا كلنا اصحاب بعيد عن المزيكا، وفي نفس الوقت يعني الاغنيتين تقريبا نفس الكونسيبت نفس الموضوع، بدليل ان هما ما بتحسيش بفرق بين دي ودي. اللي عجبنا فكره البرنامج الفيوجن اللي ما بين انواع المزيكا، يعني احنا بنغني هيب هوب ومعانا ناس تاني بيغنوا روك وحد تاني فوكل، فاحنا عجبنا الفيوجن اللي بين انواع الموسيقى، لان ده بيظهر او بيبلور الموسيقى المختلفه. بنتكلم على المزيكا بتاعنا بدل الراب، هو الراب ممل او ريبيتيتف بيتكرر كتير، فالحاجات اللي بتكسره كغنى او تدخل آلة شرقية او يعني نوع مزيكا جديد على الراب بيكسر الملل بتاع الراب، وده اللي حصل النهارده يعني في الاغنيه.